هذه مسائل الدنيا ليست أمام النخب ولكن الأمريكي بشار يعني فقط القدس والصراع العربي الإسرائيلي هذه الإدارة هذه الإدارة في المرات القليلة كمحافظ يا أستاذ العزيز نعم. كمحافظ مبسوطة ما شفت الجرافة الإسرائيلية وهي رافعة الشهيد الفلسطيني من رقبته وبتمثل بجثته أنت كنت سعيد يا محافظ عزيزي هلا مرة أخرى للأسف عندما نحيل النقاش في موضوع كبير يتعلق في الانتخابات الأمريكية إلى جزئية تتعلق فيما جرى في غزة أنا سأضطر للإجابة على كلامك أنا أدين العنف والإرهاب والحرب بالمطلق أنا أتكلم على الانتخابات أتكلم على العنصرية عزيزي بالمطلق لا 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 وسأجيبك الآن قضية العنصرية عزيزي وأنت من خير الدارسين وتعلم تماما القانون لا تستطيع أن تتهم شخص تختلف معه بأنه عنصري لأنه مثلا يمارس عملا عسكريا لا يجوز هذا الكلام حتى من الناحية القانونية الآن بفرنسا مثلا ماكرون من يهاجم الصهيونية يتهم بالعنصرية التمثيل بجثة هذا عزيزي عمره من الحياة إذا كان هينا أنا الآن أقول لك على الهواء أهلا بكم أولا أشكرك على المشاهدة لو ما عجبكش المحتوى أو مختلف معايا في الرأي أرجوك أسمع رأيك في التعليقات لكن لو عجبك المحتوى من فضلك ادعم البرنامج بلايك سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد تحياتي